السلام عليكم ورحمة الله. سوالف خط وموضوع جديد اللي هو زوجات للبيع. عائلة صغيرة مكونة من زوج وزوجة ورضيع مهاجرين وسايرين صوب قرية صغيرة في بريطانيا. طول هالرحلة للزوج وللزوجة يسولفوا مع بعض. في الطريق حصلوا خيمة، وهذه الخيمة كانت عبارة عن مطعم وفيه مكان خاص حق المزادات، اي حد عنده حيوان يقدر يربي حيوانه ويزايد عليه في هذا المكان. المهم وصل زوجين ونزلوا وياكلوا في هذا المطعم، وقام الزوج يشرب الخمر. في نفس الوقت قام يعني يندب حظه ان انسان فقير وليش وضعتي وليش اتزوج وهالامور. الزوج كان غرقان بالهم والسكر، وهو بهالحالة سمع واحد يعرض حصانة للبيع، فيا في بال الزوج وقال دام في مكان خاص لبيع الحيوانات ليش ما يكون في مكان لبيع الزوجات. فقام الزوج ووقف وقال أنا عندي زوجة للبيع، منو يشتري؟ أنا عرضها ب5 جنيهات. طبعا كان اللي موجودين هناك مستغربين، وقامت الزوجة وانكرت. فرد الزوج وكرر قال أنا عندي زوجة للبيع وعرضها ب5 جنيهات، من يشتري؟ فقام بحار وقال أنا شراي. قال مبروك وهاي الزوجة حقك. ما سوى لها لا بال ولا سالفة. طبعا هذه كانت قصة مشتقة من رواية لكاتب بريطاني كان يعكس الانطباع اللي انتشر في ذاك الزمان، وبالتحديد في الطبقة الدونية في بريطانيا. انتشر موضوع بيع الزوجات، وأرخ المؤرخون ان اول هذه الاحداث حصلت في سنة 1886. موضوع البيع كان منقسم لقسمين، قسم تنجبر فيه الزوجة وقسم هي تطلبه وتوافق عليه. طبعا احد الاسباب اللي خلت هذه العادة تنتشر اللي هي بيع الزوج لزوجته، ان الزوج اذا فكر يبيع زوجته بدفع مبلغ كبير. في الموضوع كان الزوج يسوي صك مع شخص ثاني عشان يفتك من زوجته. باختصار بعض الزوجات كان يرفضون والبعض كان يوافق، لانها اوريدي تبي تفتك من زوجها او تبي تجرب حياة جديدة مع زوج اخر. في واحد من المؤرخين البريطانيين قال أول حالة في بيع الزوج لزوجته كانت سنة 1886، ده شخص أنه باع زوجته حق شخص ثاني. طبعا زوجته وافقت لأنها كانت تبه الفكة من زوجها. نفس الشخص اللي باع زوجته تزوج وبعد فترة راح يبيع زوجته في مكان عام. وفي قصة ثانية يسردها المؤرخ ان في 3 ازواج اجتمعوا في مقهى مع 3 اشخاص بحضور زوجاتهم انهم بيبيعوا ويسجلوا العرض. طبعا اتطور الموضوع وبدأ ينتشر في بريطانيا بشكل كبير كبير. وصل مرحلة انهم يحطوا حبل على عنق زوجة ويسحبوها للسوق وتنباع، سو في اماكن للبيع يعني بالفعل. طبعا نفس ما قلت ان الموضوع بدأ ينتشر في بريطانيا بشكل كبير، وخاصة في القرن 18 و19 بالذات. بعدها بدت الحكومة تتدخل وتمنع هذا الشيء، وكان حتى النساء يرفعن قضايا على أزواجهم أنهم باعوهم لأشخاص ثانية. وآخر قضية في هذا الموضوع كان سنة 1922، وكانت القضية أن زوجة رفعت قضية على زوجها لأنه باعها لشخص ثاني. طبعا يابت الأدلة ويابت الإثبات على ذلك، ومن بعدها قطع الموضوع. طبعا هالعادة الآن موجودة في الهند وبلغاريا، في منطقة اسمها راجارة في الهند. أي شخص عيبته بنت يسير ويدفع مبلغ مالي، هذا المبلغ مبمهر، هذا المبلغ عشان يشتري البنت. طبعا هالعادة انتشرت هناك والآن موجودة، والسبب الفقر، لأن اللي هناك أغلبهم فلاحين، فيضطروا انهم شو وقت الموسم انهم يسلفهم من الاغنية. فيضطروا اهالي منطقة راجارة انه يا يبيع
زوجته أو بنته، أو إنه يتسلف ويرهن واحدة من الثنتين ويوفر مبلغ مالي ويشتغل على مزرعته. طبعا هذه العادة الآن موجودة في الهند أو بالذات في منطقة راجارة. في بلغاريا يوصل معدل بيع العروس من 290 إلى 350، وإذا كمل فيها مواصفات الجمال توصل إلى 3500 دولار. هذا العرف موجود في أحد القبائل هناك اسمها كرايديزي، وفي سوق هناك يستوي في فصل الربيع فقط اسمه سوق العرايس. هذه العادة الآن موجودة هناك، وهني خلص سوالفي وإن شاء الله عجبتكم.